السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ، أنا متجوزة جديد، فكنت عاوزة أسأل عن بعد إذنك يعني الاغتسال، هو زي اغتسال الدورة وإمتى؟ بعد الجماعة بس، ولا يعني بعد الجماعة بس، ولو نزل مني حاجة معينة كده بعد إذنك يعني؟ ماشي. الاغتسال من الجنابة عند النساء هو اغتسالها من الحيض، لكن في بعض التخفيف من ناحية عدم نقض الضفائر، فلا يجب على المغتسلة من الجنابة أن تنقض الضفائر عند اغتسالها من الجنابة، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها كان قد بلغها أن عبد الله بن عمرو يأمر نساءه إذا اغتسلن من الجنابة بنقض الضفائر، قالت: وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، ألا أمرتهن بحلق رؤوسهن؟ إنما كنت أو كان يكفينا أن نأخذ 3 حثيات نحص بها على رؤوسنا. فيفترق اغتسال الجنابة عند النساء عن اغتسال الحيض، أنها لا تلزم في غسل الجنابة بنقض الضفائر، ولا أيضا ولا تلزم بالمسك، لا تلزم باستعمال المسك في مكان الدم، وإن كان المسك إجمالا مستحب، والله أعلم.